كلمة للأستاذ الحمولة ماروري كلية الطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا محمد. أريد في البداية أن أتقدم الشكر الجزيل لجمعية حقوق وعدالة على دعوة مطلب قرار حقوق الإنسان بالمشاركة في هذه المائدة المستثيرة حول مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي التطلعات والآفاق. وأبلغكم اعتذار الدكتور عبد الحليم الدين لوعكة صحية ألمت به وانتدب من المنتدب أحل محله في هذه الدواء. وموضوع المداخلة سيكون الوقاية من التكذيب وحماية حقوق الحريات مسودة مشروع القانون الجنائي. ولا بد أن نبدأ بتوثيق مختصرة. اعتبارات كثيرة تقف وراء مراجعة شاملة لمقتضيات القانون الجنائي. فمن جهة هناك مستلزمات الملائمة مع مقتضيات الدستور الجديد المتقدمة في مجال الحقوق والحريات، وضرورة الانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي سابقت عليها المملكة المغربية، سواء في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان أو في مجال القانون الدولي الإنساني. ومن جهة أخرى هناك متطلبات مكافحة الجريمة ومواكبة تطورها بهدف ضمان أمن وسلامة المجتمع. إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ينوه بالمقاربة التشاورية والمنهجية التشاورية التي اعتمدتها وزارة العدل والحريات، والتي كانت أو كان مناسبة للمتخصصين للمشاركة في نقاش ديمقراطي ساهمت فيه مدارس واتجاهات مختلفة، سمحت بالوقوف عند أبرز مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي والتعبير عن العديد من الانتقادات بسببها. وهي نقاشات لم تخلو من بعض النقاشات المتسرعة التي انزلقت إلى نقاشات هامشية وحاولت التزج به في صراعات إيديولوجية لا علاقة لها بفلسفة القانون الجنائي كما نطمح إليه اليوم. وللإشارة فقط لابد أن نوضح ما يلي. أنا جالس بعض المرات بعض المداخلات تشير بالنظر إلى أنا هنا لا أمثل مصطفى الرامي ولا أمثل العدالة والتنمية، أنا أمثل رأي داخل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. هذا أولا. ثانيا إن هذا الموضوع يقتضي منا مستوى عالي جدا من النضج، من المصداقية، من الإنصاف، من النزاهة خدمة للقانون. ومن الناحية الشكلية قبل أن ندخل في صلب الموضوع، أنا أسائل التاريخ من خلالكم ومن خلال الإخوة المحاضرين، هل سبق أن تم عرض مسودة للنقاش العمومي في التاريخ كما هو الشأن في المرحلة التاريخية السياسية التي نعيشها الآن؟ ثانيا، عندما نصف المسودة بأخطر ما جاءت به المسودة، راه بقى غير مسودات، لم ترقى بعد إلى مستوى المشروع، بقى ما وصلتش للمشروع، بقى غير مسودة، بقى غير وسط، بمعنى أن لكل منا فردا، تنظيما، حزبا، جمعية، لن تبدو بدلوها في هذه المسودة. وأعتقد في المسار الذي خاضته المسودة في النقاش العمومي وأنا حضرت بعدها، أستاذ مصطفى الرامي كان دائما يحمل الورقة والقلم ويسجل جميع الملاحظات التي تفضل بها المتدخلون. لكن قال النقطة الفلانية والفلانية والفلانية خط أحمر ما غاديش تغير، قالها. من أعطاه الحق باش يقول خط أحمر؟ أنا تتكلم على النقاشات التي حضرتها أنا شخصيا. هذه في الصحافة. نعم. لكل دولة توابتها. أرقى الديمقراطيات لها توابتها. ولها معتقداتها التي يجب أن لا تمس. وإلا
الديمقراطيات التي نعرفها في العالم. هذا من جهه. من جهه اخرى قلت للاسف الشديد عندما نسب او نصف ضد الخطوره وهي ما تزال كما قلت يعني لن ترقى الى مستوى المشروع فهو نوع من الترهيب للراي العام كي تنطبع في ذهنه او نؤسس موقف رافض لمجرد مسوده في حين ان المسوده هي مفتوحه للنقاش العمومي مفتوحه للملاحظات مفتوحه للاضافات نعتقد ان مجموعه الملاحظات بشانها لن تغني هذه المسوده في هذه الملاحظات وايضا الوقت الرابع لذلك فان منتدى الكرامه يتمين الجهد الذي بدأته جمع إعداد المسودة الأولية والمشكلة بالأساس الجامعيين من قضاة من محامين من فاعلين مدنيين والتي حاولت أن تستند إلى فلسفة جنائية مندمجة حاولت تسليم بعض الأفعال الجديدة انسجاما مع دورة الملائمة مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية وأن تأخذ بعين الاعتبار الجريمة المنظمة وجرائم الألعاب الكراسة في القبيل تسليم الاتفاق الأسري والتزام البشر والتحريض على الكراهيه وتهريب المهاجرين كما جذبت السده كما جربت السده جرائم الاباده الجماعيه وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه وهو ما سيمهد الطريق امام المغرب للمصادقه على اتفاق روم الخاص بالمحكمه الجنائيه الدوليه كما حاولت ان تعيد النظر الى فلسفه العقوبات عبر اعتماد مفهوم العقوبات البديله وللاسف ما سمعتش التنويه بهذا الامر هذا السلم الحرية في جناح التي لا تتجاوز العقوبة الحكم بها سلسة الحسن. أنا أقول قبل الدخول في الموضوع المتعلق بجريم التعديل والذي المتذكر في الملاحظات هل هذه المسودة لم تأتي بأي جديد؟ أنا أسمع جدا ومنهجا لهذه المسودة. ألم تضفي على القانون الجنائي مواد مهمة؟ ألم ترقى يجب ان نقارن من ناحيه الانصاف ان نقارن هذه المسوده في شموليتها بما سبقها من قوانين لا بد ان نجمع القوانين ونقارن هذه المسوده بما كان سابقا هنا تكون المقارنه او يكون النقد منهجا ودقيقا ومنصفا مسوده مشروع القانون الجنائي فتحت المجال امام المجتمع من اجل حمايه المال العام انطلاقا من كل ما سبق وانطلاقا من اهتمامات المنتدى الرامي الى استثمار التشريعات الوطنيه والارتقاء بها لما يخدم كرامه الانسان وحقوقه الاساسيه نحاول ان نلامس الاشكاليه الاساسيه محور المداخله المتعلقه بتسليم التعديل في القانون الجنائي. مقدمه عامة عندي نقطة إضافة في الوقت أريد فقط أن أنبه لا مش مشكلة أنه أنا شخصيا أفضل أن لا تقرأ الورقة يعني ولكن أنت حر في التعامل معها نقطة النظام هي أن عندك 10 دقائق اللي باقي فاقرأها ولا طاق كيف ما بغيتيش إذا ولكن يجب أن تعلم أن 10 دقائق راه غنسافر تفضل إذا لقد أكد الدستور المغربي لسنة 2011 على أهمية حقوق الإنسان في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون من خلال تأسيسها على قيم ومبادئ ثابتة من أهمها إنشاء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والكرامة والمساواة. ولهذه الغاية التزمت المملكة المغربية بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما. مع مرور إذا ما غاديش نتوسع العين ما بغيتي 10 دقائق لا نتوسع. مع مراعاة الطابع الدولي لتلك الحقوق وعدم قابلية للتجديد. كما التزمت بجعل الاتفاقية الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية
والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادرة. إن التأكيد على دور حقوق الإنسان في بناء دولة حقوق القانون يستمد قوته من اعتباره إحدى المعايير الدولية الراسخة لتقييم مدى تقدم الدول واستقرارها. وتبعا لذلك بات من الضروري أن تكون كل التشريعات الوطنية ملائمة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبالخصوص القانون الجنائي باعتباره من القوانين التي تمس مباشرة سيرة الدولة ولها ارتباط وثيق بضمان الحقوق والحريات وحمايتها من أي اعتداء يمس بها. إن عرض مسودة القانون الجنائي للنقاش العمومي يعتبر بالنسبة لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان فرصة ثمينة لتقديم ملاحظاته فيما يتعلق بجانب الحقوق والحريات باعتبارهما مجال اشتغاله وانشغاله. وإذا كانت المسودة تظهر مستجدات عديدة ومهمة كرست في مضامينها العديد من عناصر ثقافة حقوق الإنسان، إلا أنها ظلت في بعض المجالات الحيوية مثل الوقاية والتعديل محدودة ولا ترقى إلى مستوى طموح المهتمين بمجال حقوق الإنسان. إن الاتفاقية الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب جاءت بمبادئ وأسس مهمة، حيث وضعت على عاتق الدول الأعضاء التزامات رئيسية لنفوذ استحضارها وتبنيها في مسودة مشروع القانون الجنائي المقدم للمناقشة العامة. وهذه الالتزامات من خلال غايتها النبيلة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان لا يمكنها أن تتعارض مع المرجع الإسلامي التي عملت على تكريم الإنسان، حيث قال تعالى إنا ولقد كرمنا بني آدم. ومع قيم ومبادئ المجتمع المغربي المستمدة أساسا من تعاليم الدين الإسلامي الحديث وتكريمه للإنسان في شموليته ومن روح دستور 2016 الذي أكد بصراحة على حماية منظومة حقوق الإنسان. وقبل مناقشة التعديلات التي نقترحها، وهذا هو موضوع هذه الندوات وهو هدف النقاش العمومي، هو أن نقدم اقتراحات وتعديلات على هذه المسودة. من المفيد التذكير بالاتفاقية الدولية التي لها ارتباط وثيق بمجال التعذيب والاختفاء القسري التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية والتي سيكون لنا عودة إليها عند مناقشة المستجدات التي طرحها مسودة القانون الجنائي للنقاش والاتفاقية الدولية اتفاقية مناهضة التعديل وغيرها من ضرب المعامل والعقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعديل. حول تعريف التعديل، جاء في تقرير جد مناهضة التعديل المعتمد من طرف الجمعية العامة المتحدة في دورته 67 عدة ملاحظات موجهة إلى المغرب في مجال التعديل، وما يهمنا الآن هو التوصية الخامسة من هذا التقرير التي جاء فيها. بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن مشاريع القوانين قيد الإعداد تهدف إلى تعديل القانون الجنائي، فإنها تظل قلقة لعدم تطابق تعريف التعديل على النحو الوارد في المادة 231 من القانون الجنائي الساري تمام المطابقة للمادة الأولى من الاتفاق، خصوصا بسبب ضيق مجال تطبيق هذا التعريف. والواقع أن المادة 231 تقتصر على الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى، ولا تشمل حالة التواطؤ ولا حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية من جانب أي موظف من موظفين إنفاذ القانون أو من جانب أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. وعلاوة على ذلك تأسف اللجنة لعدم وجود حكم في القانون الجنائي ينصه على عدم تقادم جريمة التعديل، رغم ما قدمته من توصيات سابقة في هذا السبب. إن توصية لجنة مراقبة التعديل تهدف إلى تبني القانون الجنائي المغربي لتعريف التعديل كما نصت عليه المادة 1 من الاتفاقية بشكل متطابق تماما، لكن التعريف الذي جاءت به المسودة حافظ على نفس التقسيم الذي كان في القانون الجنائي مع بعض التعديلات لكي يكون قرينا أو قرينا شيئا ما من التعريف الذي أوردته الاتفاقية. إذا نعتقد أن التعريف الحالي قاصر عن التعريف الذي يوجد لدى لجنة مراقبة التعديل. إن الاتفاقية عرفت التعديل على أنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه
أو إشتابه في أنه ارتكب هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أي كان له أو يحافظ عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. إذن نعتقد أن التعريف لا بد أن يبقى إلى مستوى التعريف اتفاقية منظمة التعريف. النقطة الثانية، نحن نقول لا تقارن في جريمة التعريف. إن جريمة التعريف من الجرائم المشينة التي تسيء إلى سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما أن آثاره وخيمة وتلاحق الضحية في جميع مسار حياته، بحيث رغم انتهاء فعل التعذيب الذي تعرض له فإنه يظل خائفا متوجسا من أن يتعرض لنفس الفعل مرة أخرى، الشيء الذي يمنعه من اللجوء إلى هذه الجريمة، من اللجوء إلى السلطة المختصة لتقديم شكايته بشأن ما تعرض له من تعذيب، خاصة في حالة ما إذا كان المتسبب في هذه الجريمة هو الطرف الرسمي له سلطة على الضحية أو على محيطه. النقطة الثالثة، لا أسباب تبرر أو تدعو جريمة التعذيب. نص التوصية السادسة التي جاء بها تقرير لجنة مناهضة التعذيب المشاركة به على أن الدولة الطرف ينبغي عليها أن تعدل تشريعاتها لتكرس صراحة عدم جواز الاعتداء بأمر موظف أو على رتبة أو على سلطة عمومية بالنسبة للتعذيب. إن هذه التوصية تكتسي أهمية كبرى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المادة 124 من المسودة التي تنص أن لا جناية ولا جنح ولا مخالفة في ثلاث حالات. منها إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة المختصة، ومعنى ذلك أن الأوامر الصادرة على السلطة المختصة تعتبر من الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، بحيث متى أثبت الجاني أن ما قام به من فعل التعذيب كان بمقتضى أوامر صادرة عن السلطة المختصة فإنه لا يتعرض للمساءلة الجنائية عن فعله الجرمي كيفما كان وصفه القانون. إن جريمة التعذيب من الجرائم المشينة والحاقة من كرامة الإنسان، وبالتالي ينبغي أن لا تخضع لتقتضيات المادة 124 من القانون الجنائي المتعلقة بالأسباب المبررة التي تمحو الجريمة. إذا لا أطيل. الأمر الرابع، من أجل اختصاص القضاء الدولي الجزئي في جريمة التعذيب. سعين وراء الترسيخ مبدأ عدم إفادة العقاب، نصت اتفاقية على أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب عندما يكون مرتكبها أو المرتد عليه من مواطنيها. المادة 5، إلى توسيع مجال اختصاص المتابعة والمحاكمة في جرائم التعذيب ليشمل جرائم التعذيب المرتكبة في حق المغاربة أو التي ارتكبها المغاربة إنما ارتكب الفعل الجرمي دون تقييد الاختصاص المكاني، يعتبر من أهم مكان لمناهضة هذه الظاهرة ومحاربة الإفادة من العقاب بالنسبة لمرتكبيها. إن رقعة الاختصاص الدولي للجرائم الإنسانية بدأت تتسع، ولذلك نقترح تجاوز المفهوم الضيق لإقليمية القانون الجنائي لفتح إمكانية محاكمة المغاربة بسبب أفعال تعذيب ارتكبت خارج التراب المغربي وملائمته مع مقتضيات المادة 77 من قانون الأسرة الجنائية التي مدت اختصاص القانون الجنائي المغربي ليشمل كافة الجنايات المرتكبة من طرف المغاربة ولو كان ذلك خارج التراب المغربي، كما أن الجنح المرتكبة من طرف المغاربة خارج التراب الوطني يمكنها أيضا أن تكون موضوع متابعة بالمغرب. المادة 708 من الفصل الجنائي. إذن النقطة الخامسة، تشديد العقوبة في حق مرتكب التعذيب ضد معتقل واحد. إن اتفاقية مناهضة التعذيب أوصت في مادتها الثالثة الفقرة الثانية الدول الأطراف على جعل العقوبة على جريمة التعذيب مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. وقد اعتمدت مسودة هذه التوصية من خلال تشديد العقوبة بشأن جريمة التعذيب في بعض الحالات المعنية التي حدثها المادتان في 2001.